في حلقة جديدة من برنامج حظك اليوم، وهنبتدي مع برج الحمل. مهنيا حافظ على اسرار الشغل وما تقولهاش للناس الغريبة، علشان النهاردة هيكون في مفاجآت كبيرة. عاطفيا فكر في مصلحة الشخص اللي بتحبه قبل ما تاخد اي قرار يخص علاقتكم. برج التور، مهنيا خليك حذر جدا النهاردة عشان في بعض المشاكل اللي هتحصل وما تاخدش اي قرار من غير ما تفكر كويس. اما عاطفيا فالنهاردة هتلاقي حلول كتير لمشاكل كانت ما بينك وما بين الشخص اللي بتحبه مش عارفين تصلحوها بقالكم فترة. برج الجوزاء، مهنيا النهاردة هيكون مطلوب منك جهد مضاعف عشان تقدر توصل وجهة نظرك. عاطفيا خد برأي الشخص اللي بتحبه عشان اوقات بيكون رأيه صح. برج السرطان، مهنيا النهاردة امورك في الشغل هتكون ماشية بشكل هادي وهتعرف تحل المشاكل اللي بقالها فترة. عاطفيا المشاكل اللي عندك في الشغل مش لازم تأثر على علاقتك بالشخص اللي بتحبه. برج الاسد، مهنيا النهارده هيكون في منافسه ما بينك وما بين زميل ليك في الشغل، وده هيعمل صراع ما بينكم. عاطفيا هتطلب تفسير من الشخص اللي بتحبه عن الموقف اللي عمله، وده هيكون صعب. برج العذراء، مهنيا عندك نسبه ذكاء عاليه وده اللي هيضمن لك انك تنجح في اسرع وقت. اما عاطفيا فالحظ هيكون معاك انك تاخد خطوه تجاه الشخص اللي بتحبه. برج الميزان، مهنيا هتجيلك فرصة كبيرة في الشغل وهتترقى. عاطفيا هتكتشف ان المشاكل الكتيرة اللي كانت ما بينك وما بين الشخص اللي بتحبه سببها اشخاص قصدهم يبوظوا علاقتك. برج العقرب، مهنيا النهاردة هيكون عندك رغبة انك تخلص كل الشغل اللي وراك وتدخل في مشاريع جديدة. اما عاطفيا فراقب كويس اللي بيدور حواليك عشان هتعرف لوحدك الحقيقة. برج القوس، مهنيا ركز على كل شغلك وخصوصا ركز في التفاصيل. عاطفيا هتقدر تثبت للشخص اللي بتحبه حبك ليه وهيكون سعيد جدا بيك. برج الجدي، مهنيا الصبر هو من اهم مميزاتك، حاول تحافظ على الميزه دي. عاطفيا الشخص اللي بتحبه محتاج حقائق ملموسه عشان يقدر يبادلك نفس الشعور. برج الدلو، مهنيا هتتحول اخطاء بعض زمايلك لمصلحه ليك، لكن حاول ما تستغلش الموقف. عاطفيا الشخص اللي بتحبه هيفتح لك قلبه عشان يقدر يعرف انت متغير من ناحيته ليه. برج الحوت، مهنيا حاول تحدد اولوياتك قبل ما تبدا اي مشروع جديد. عاطفيا مجهودك مع الشخص اللي بتحبه الفتره اللي فاتت هيجيب نتيجه.